مثلي الاعلى في كذا واحد مثل اعلى بالنسبه لي، في ناس على المستوى الشخصي وفي ناس على المستوى العام. على المستوى العام شويه يمكن اكتر مثال بالنسبه لي هي اوبرا. بالنسبه لي كانت شخصيه عاشت حياه صعبه جدا رغم الطفولة اللي عاشتها والاعتداءات اللي مرت بيها، وان هي عاشت حياة فقيرة جدا رغم ان هي تحدد ده جدا في نفسها، وان هي في فترة صغيرة قدرت ان هي تخش عالم الميديا والاعلام وهي عندها 19 سنة، قدرت تتحدى نفسها وتتحدى كل الظروف اللي حواليها. وبالنسبة لي هي كانت اكتر شخصية كانت مؤثرة بالنسبة لي، مش عليا انا بس، لا دي على ملايين من الناس. كانت بتقدم محتوى فعلا ايجابي جدا، وكانت بتدعم ناس كتير قوي بشكل مباشر او غير مباشر. تاني شخصية مؤثرة بالنسبة لي وهي شخصية عربية وهو الشيخ زايد، وكان بالنسبة لي مثال فعلا للقائد القوي اللي قدر يوحد إمارات كتير في دولة قوية. ورغم ان الإمارات فيها موارد طبيعية كتير الا ان هي ما اعتمدتش بس كده على بناء دولتها، اتأسست اكتر على قيم الشيخ زايد وهي العطاء والتسامح والأخاء، وده خلى دولة الإمارات تنفرد كتير عن دول الخليج اللي حواليها وأثرت في دول وشعوب كتير قوي فرق معاهم. تالت مثل أعلى بالنسبة لي وهو والدي ووالدتي وحياتهم الشخصية قد إيه كانت بالنسبة لي ملهمة. اتنين زيهم قدروا يعدوا مواقف كتير وقدروا يتحملوا الحياة الصعبة، قدروا يكونوا سبورت لبعضهم في حاجات كتير جدا، قدروا يربونا وفعلا على قيم ومبادئ في أوقات كانت صعبة جدا. بالنسبة لي علاقتهم وحياتهم وتعبهم ده كان من الحاجات فعلا اللي كانت بتسبورت ليا في كل حاجة، دعمهم لينا واهتمامهم بينا دي حاجة بالنسبة لي كانت مثل أعلى كبير جدا. شايف ان كل واحد فينا ليه مثل أعلى مختلف عن التاني بوجهة نظره على حسب ايه نقصه او ايه بيدور عليه.